سحباته فيسبوك، فيسبوك سحباته على أساس ماذا؟ سحباته على أساس يعني يمس السامية؟ لا، ما يمس السامية. هل يمس القانون الدولي؟ لا، بالعكس يحمي القانون الدولي. Quand deux pays sont en litige ou la deux nations sont en litige, انت كحامي للعالم كالونو انت المفروض تفرض قانونك، تفرض قانونك بطريقة يعني ترانسبارنت. لكن لما تيجي هذا المواقع تلك الفيسبوك ولا كيلك شوز كومسا، شوفوا الميل لمين، إمارات تميل لمين، اللي بصبح تتحكم كذلك في الفيسبوك، قد عامل فيسبوك. Est-ce que c'est ça la démocratie des lois univers de notre univers? Est-ce que le canon هذا هو القانون؟